أحيانا شيء يشبه الذرة يغرز مخالبه عميقا في البدن لاختراق شعور لوسيانو الراسخ بالأمن. أكمل المكالمة الهاتفية مع قريبه المستقبلي والتي سبقتها مكالمة هاتفية من أغنيسي. لقد ارتكب خطأ فادحا، اعترف بقلب غارق، وعليه الآن أن يصلي من أجل أن يكون لديه ما يكفي من الوقت والفرصة لتصحيح الأمر. وإذا لم يفعل، هذا الخيار لا يمكن حتى التفكير فيه. لماذا بحق السماء قدر كبرياءه فوق كل شيء آخر في حياته لسنوات عديدة؟ كيف بحق السماء سمح لتجربة سيئة سابقة أن تلقي مثل هذا الظل الخطير على الحاضر ويحتمل أن تدمر مستقبله؟ وأنت كنت تعتقد أنك رائع جدا، ذكي جدا. فكر بذهول من الصدمة المتزايدة من الفوضى التي أحدثها. لكن عقيدة الصمت كشكل من أشكال الحماية قد نشأت بداخله خلال تعايشه مع والده. لا تخبر أحدا أبدا، لا تشرح أبدا، لا تعتذر أبدا. وقبل أن يختبر لحظة الضعف تلك مع جميمة، لم يكسر هذه القاعدة أبدا. لقد احتفظ بأسراره، لقد أبعدهم عن وسائل الإعلام أيضا. في الواقع لقد دفن تلك الأسرار المهلكة عميقا ورفض حتى التفكير فيهم، لأن تلك كانت الطريقة الأكثر أمانا وحكمة للحفاظ على العقل. لم يفكر في أخطائه أبدا لأنه كان رجلا عقلانيا، وكان من الطبيعي أن يتخطى الماضي ولا ينظر إلى الحطام. مع ذلك فتلك الأخطاء قد أثرت بشكل خطير على الخيارات التي اتخذها. اعترف متأخرا. علاوة على ذلك لم يكن لدى جميمة كبته أو موانعه، ولن تفهم. جاءت المروحية فوق الخليج بينما كانت جميمة تتناول الإفطار مع الجميع في الشرفة المظللة في الطابق الأرضي. أسقط ميكي خبزه وهو يلوح بيديه بإثارة، يجهد للنهوض من كرسيه المرتفع للحصول على رؤية أفضل للمروحية أثناء هبوطها بعيدا عن الأنظار لتهبط في أراضي القلعة. هل هذا لوسيانو؟ سألت إيلي بتردد. أشك بذلك، قالت جميمة بتعب قليلا لأنها لم تنم جيدا. هو متمسك بجدول مواعيده. أظن، تمتم والدها بحرارة بينما يحدق من فوق كتفها، أن عريسك اشتاق إليك أكثر مما تعرفين لأنه هنا الآن. لوت جميمة رأسها بسرعة جدا لدرجة أنها خاطرت بإصابة في الرقبة، ودفعت كرسيها للخلف ووقفت لتحدق في مفاجأة في الرجل الذي يخطو عبر الحدائق نحوهم. لقد كان بلا شك لوسيانو مرتديا بدلة رسمية داكنة مع قميص بيضاء وربطة عنق فضية، وبدا رائعا كعادته. كان وجهه النحيل الوسيم مجدودا، وكان خط فمه الجميل مضغوط. مرت موجة من الفزع عبر جميمة، وغريزيا وجدت نفسها تتساءل عما إذا كانت قد فعلت شيئا خاطئا. ساعت عينيه الذهبيتين الداكنتين إلى عينيها على الفور كما لو كان يبحث عن شيء ما، ثم سرعان ما حول انتباهه إلى ضيوفهم ولقائه الشخصي الأول مع والديها. على خلفية صرخات نيكي من الإثارة والنداءات الصوتية العالية والتي يجب ملاحظتها، استجاب لوسيانو بسلاسة وسرور لموجة التعارف قبل أن ينحني ليخرج نيكي من كرسيه العالي ويرفعه بين ذراعيه. أصمت، قال لابنه بهدوء بينما يداعب شعره. لا يمكنك أن تكون دائما مركز الاهتمام. حسنا، عندما لا يكون كذلك يحب إخبارنا بأنه لا يعجبه ذلك. سخر والدها بمرح. إنه سارق صغير رائع للانتباه، دعني أخذه. حثت والدة جميمة، مدت ذراعيها. يجب أن تقضيا أنت وجميمة بعض الوقت معا بسلام. اشتكى نيكي بصوت عالي على هذا التبديل ومد ذراعيه إلى جميمة ثم انتحب. خرجت كارلوتا من المنزل للمساعدة بينما كان انتباه جميمة معلق بقلق على لوسيانو، لأن كل حواسها العصبية كانت لا تزال تخبرها أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام. كان جسده الطويل النحيل القوي متوترا بشكل لا يصدق، وحركاته أقل سلاسة من المعتاد،
ووجهه النحيل القوي مشدود بالانضباط الذاتي. أوه يا إلهي، فكرت بذعر مفاجئ، ربما عاد مبكرا لأنه غير رأيه في الزواج منها. كان سيناريو كابوس مع ضيوف الزفاف وعائلتها الذين يقيمون بالفعل في القلعة، لكن كان من الممكن تماما أنه قد غير رأيه وعاد مبكرا لإخبارها. كانت جميمة مقتنعة تماما بأن مثل هذه الكوارث قد حدثت لنساء أفضل منها، وكان من المرجح أن يحدث هذا عندما لا يحب الرجل المرأة التي طلب الزواج منها. ألقى لوسيانو نظرة أخرى على جميمة، كانت شاحبة وكان هناك ظلال أسفل عينيها الشاحبتين الجميلتين، وكان بإمكانه رؤية أنها لا تشبه العروسة السعيدة والتي كانت على وشك إتمام زفافها. داخليا شتم نفسه مرة أخرى ووصل ليدها. هل تأتينا للتمشية معي جميمة؟ سأل بصوت خشن. لدينا زيارة نقوم بها. تجعد جبينها بينما يبتعد بها ببراعة عن مائدة الإفطار. زيارة؟ أعتقد أنك تناولت الشاي أمس مع سانشيا. يا إلهي، الإشاعة بالأنحاء هنا تفوق سرعة الصوت بشكل إيجابي، ردت جميمة بينما تفكر بسرعة. أحب أن أراقب الأحداث عندما لا أستطيع أن أكون حاضرا شخصيا، أكد لها لوسيانو بوجه مستقيم تماما. السيطرة كثيرا، لكن جميمة لم تقل شيئا لأنها كانت تعلم أنه مستاء ولم تستطع تحمل ذلك. بالنظر إليه أمكنها أن ترى النظرة المسكونة التي رأتها من قبل وقد عادت في عينيه، وأمكنها أن ترى ذلك. على الرغم من أنه بدا مذهلا، لابد أنه كان مسافرا طوال الليل، وكانت خطوط الإجهاد محفورة بين أنفه الكلاسيكي وحتى أكثر على فمه المثالي بالطبع. لو أراد إلغاء الزفاف فسيشعر بالذنب الشديد حيال ذلك، فكرت بألم. ما رأيك في سانشيا جميمة؟ ليس لدينا الكثير من القواسم المشتركة، أجابت جميمة بلطف. لقد كانت عاهرة بالنسبة لك، أليس كذلك؟ دمدم لوسيانو بينما كوخ الضيوف على مرمى البصر فوق الشاطئ. متفاجئة توقفت جميمة وحدقت فيه. أنا أستطيع أن أكون أنانيا لكنني لست غبيا معظم الوقت، علق لوسيانو وهو يضغط فمه القوي. معظم الوقت لقد كنت أحمقا. كل شيء على ما يرام، مهما قررت القيام به فلا بأس، فقط لا تنزعج من ذلك، تمتمت جميمة بعجز مقاومة الرغبة في لف ذراعيها حوله ومنحه الراحة. حتى في الحالة المزاجية العاطفة المفرطة والتي كانت فيها، كانت تعلم أن هذه ليست الطريقة الطبيعية للتصرف عندما يتخلص منك رجل، وأن آخر شيء يجب أن تقلق بشأنه هو ما يشعر به. ومع ذلك كانت تلك الرغبة متأصلة فيها عندما يكون هو بالأنحاء. إنه لوسيانو، فكرت بألم بينما يغلق يده على يدها بقوة ويحثها للسير نحو الكوخ. لماذا نحن ذاهبان لرؤية سانشيا؟ طالبت بعدم فهم. أعترف أنها لم تكن أروع مضيفة، لكن ليس لدي ما أقوله لها، لكن لدي الكثير لأقوله، قطعها لوسيانو طارقا على الباب بقبضته. فتحت سانشيا الباب بعد أكثر من 3 ثواني بقليل. كانت الساعة بالكاد 9 صباحا، لكنها كانت مرتدية فستانا صيفيا أبيض نقي، وكان وجهها عليه مكياج كامل، إذا كان من الواضح أنها كانت تتوقع زوارا. لوسيانو، قالت مع ابتسامات مرحبة مرحة. سانشيا هدر، تحرك متجاوزها ليحدق بصدمة في مجموعة الصور واللوحات التي تزين غرفة المعيشة في الكوخ. ما كل هذا؟ تنفس. حسنا، لابد أنك تعرف، قالت الشقراء ببراعة. لقد أصررت على إعطائهم لي. لقد طلبت مني ذلك، لقد أردتهم لكتابك، ذكرها لوسيانو بعد لحظات فقط من زيارتهم. وشعرت جميمة بالفعل بتحسن، لأنها تمكنت بالفعل من رؤية أن لوسيانو لم يكن له دور في إنشاء الضريح من أجل زوجته الراحلة.
يبدو أن هذا كان كله من فعل سانشيا فقط. لقد كان الأمر على هذا النحو منذ العام الذي ماتت فيه. دخلت الشقراء الملعب لهبت بكل ما لديها من أسلحة. أنت الشخص الوحيد الذي يستخدم هذا المكان على الإطلاق. حرر لوسيانو يد جيميما وأخذ كتابا من على طاولة القهوة. ألم يكن الكتاب كافيا لك؟ لا أعرف ما تقصده سانشيا. لقد تزوجت من جيجي لمدة 5 سنوات. هذه ليست سيرة ذاتية، إنها عمل خيالي. لقد أعطيت معجبيها ما أرادوا قراءته وليس الحقيقة. كان من الممكن أن تكون الحقيقة قبيحة جدا. تنفس. تحولت سانشيا للتحدث بالإيطالية وتحدثت بإسهاب. لا، سنناقش هذا باللغة الإنجليزية حتى تفهمه جيميما. قطعها لوسيانو بتجهم. أريد أن أعرف ما قالته لك سانشيا أمس. لا شيء غير صحيح، قالت سانشيا بلطف شديد. ذلك أنك لا تحب التحدث عن جيجي، وأنك قلت أنك لن تحب امرأة مرة أخرى أبدا. تجهم لوسيانو. سانشيا، أين شفقتك؟ كادت أختك أن تدمرني. ليس هناك حاجة لأن تخبر. بدأت سانشيا بسرعة. الزوجين يجب ألا يكون هناك أي أسرار عن بعضهما البعض، أعلن لوسيانو بينما جيميما تشددت في مفاجأة. ابتسم هو بحزن. أخبرتني امرأة حكيمة جدا بذلك ذات مرة، لكنني لم أستمع. لكنك لم ترغب أبدا في الكشف عن الحقيقة، كانت سانشيا لا تزال تجادل. كنت سعيدا من أجلي لأنني كتبت السيرة الذاتية لها. لقد نضجت. ألقى لوسيانو الكتاب على الطاولة مرة أخرى ونظر إلى جيميما. لم تكن جيجي النجمة المتوهجة والمرأة الرائعة الموصوفة في الكتاب. تزوجتها لأنها أخبرتني أنني والد الطفل الذي حملته. كانت تخونني مرارا وتكرارا مع الرجال البارزين في أفلامها. وفي اليوم الذي ماتت فيه كانت تتركني من أجل رجل آخر يا جيميما. لا أصدق. أوه لا، تمتمت جيميما متألمة من النظرة في عينيه. ذلك الرجل أليسي وودي كومبو، منتج مشهور وكان حب حياتي جيجي. حسنا، بقدر ما أمكنها أن تحب أي شخص كانت تحبه، كشف لوسيانو بإصرار. لقد كان رجلا متزوجا ولديه زوجة، وفقط عندما توفيت زوجته كان الاثنان مستعدان للإعلان عن علاقتهما. ومع ذلك يبدو أن علاقتهما استمرت طوال زواجنا. أخبرتها أنه مرحب بها للمغادرة، لكنني لن أسمح لها بأخذ ابنتنا ميليتا معها. كيف يمكنك الوثوق بها؟ يمكنها أن تذهب إلى الصحافة مع كل هذا، صرخت سانشيا متهمة. لن تفعل جيميما ذلك، وحتى لو انتشرت القصة فماذا في ذلك؟ هز لوسيانو كتفيه العارضين لرفض الفكرة. انتهى كل شيء وهو غبار الآن لإنهاء القصة. أخبرتني جيجي أن ميليتا لم تكن ابنتي بل ابنة أليسيو. كشف بتثاقل. لقد بقيت في زواج سيء لسنوات من أجل ابنتي، وفجأة لم تعد ابنتي بعد الآن. كانت تلك الحقيقة الأكثر تدميرا من رحيل جيجي مع ميليتا في ذلك اليوم. لقد كانت كذبة قاسية، أقسمت سانشيا في محاولة يائسة لسماعها مرة أخرى. لم أصدق ذلك أبدا. تم إجراء الاختبار بعد حادث الاصطدام سانشيا. قطعها لوسيانو بشكل قاطع ووجهه النحيل قاتم بلا هوادة. ميليتا لم تكن طفلتي، لكنني أحببتها كما لو كانت كذلك. ولو نجت لكنت احتفظت بها معي لو كان لدي الخيار كما كان الحال. ماتت الأم والطفلة على الفور عندما تحطمت المروحية والتي أرسلها أليسيو لاصطحابهما على متن الرحلة إلى موناكو. كانت عيون جيميما تلسعها. فقط حضور سانشي الكئيب والاستياء منعها من قول ما شعرت به حقا، لأن قلبها كان ينزف من أجله.
لقد كان يخفي الحقيقة عنها طوال الوقت، وقد اهتزت بشدة من النسخة الحقيقية. لما ينطوي عليه زواجه؟ لم يخطر ببالها أن جيجي يمكن أن تكون أقل من الكمال. في الواقع على الرغم من ذلك، كانت جيجي زوجة غير مخلصة وغير أمينة بشكل فظيع. ولم تعد جميمة متفاجئة من أن لوسيانو طلب اختبار الحمض النووي قبل أن يكون مستعدا لقبول نيكي كابنه. دعينا نذهب، تنفس لوسيانو، لف ذراعا حامية حول كتفي جميمة. يمكنني بيع قصة جيجي الحقيقية مقابل ثروة، قالت سانشيا بهدوء. امضي قدما، لم أعد أهتم، أجاب لوسيانو بمرح تقريبا. لكن لو سميت الأسماء فمن المحتمل أن تصنعي الكثير من الأعداء الخطرين بين الأشخاص الذين ما زلت تريدين أن يوظفونك. لكن هذا هو عملك الآن، لأنني لن أقوم بتسوية فواتيرك بعد الآن. طيارتي في انتظارك عند مهبط الطائرات. أنا متأكد من أنني لست بحاجة إلى أن أضيف أنه لم يعد مرحبا بك هنا. ومع هذا الخطاب الأخير عاد كلاهما إلى الهواء الطلق، وأشرقت الشمس من جديد. مصدومة استندت جميمة على لوسيانو لبضع ثواني، مستمتعة بقوة جسده الطويل القوي ورائحته المألوفة الرائعة. كل ما أمكنها التفكير فيه أن جيجي كانت كاذبة مروعة، ثم جولي كذبت عليه أيضا وخدعته، ثم جميمة كذبت عليه أيضا. كيف يمكنه أن يغفر لها تماما لأنها كذبت عليه بعدما كان عليه أن يتحمله في زواجه الأول التعيس؟ أتعرف؟ اعتقدت أنك غيرت رأيك بخصوص الزفاف، أخبرته بدوار. اعتقدت أنك عدت مبكرا للتخلص مني. لا، كنت خائفا جدا من أن أفقدك. لم أكن أعرف ما الذي فعلته سانشيا، لكنني كنت أشك دائما في أنها يمكن أن تكون سامة. لكن كيف أمكنك حتى معرفة أنني رأيتها بالأمس؟ الحراس الشخصيين. لا، أغنيسي هي مثل كلب الحراسة، لقد اتصلت بي لتخبرني أن سانشيا قد دعتك وأبلغتني أن ذلك كان مريبا لأن سانشيا ليست ودودة تجاه النساء الأخريات. لماذا كنت تدفع فواتير سانشيا؟ في البداية شعرت بالأسف تجاهها لأنها كانت مغمورة بجيجي. بالطبع كانت تعرف كل الأسرار المظلمة لأختها، لأنها عملت كمساعدة لجيجي في ملكية باليرمو الذي كنا نعيش فيه في تلك الأيام. تردد. في ذلك الوقت لم يخمن أحد أن جيجي كانت تتخلى عني عندما ماتت، وأخبرت نفسي أن هذا شأني الخاص. لكن بصراحة أكثر اخترت حفظ ماء الوجه بدلا من قول الحقيقة. لقد كان المصورون يطاردوننا بقلق شديد طوال زواجنا، لأنه بالطبع كان هناك دائما شائعات حول سلوك جيجي، لكن لم يتم كشفها أبدا. أستطيع أن أفهم لماذا لم ترد للناس أن يعرفوا أنها كان لديها علاقات، غمغمت جميمة بحزن. لقد جرح هذا كبرياؤك، ولعبت سانشيا جنبا إلى جنب مع ذلك، إن هذا كان يناسبها لتفعله. لقد ارتكبت جريمة قتل في الكتاب لأنها كتبت ما أراد معجب جيجي قراءته. لم يريد أن يسمعوا عن الإنسانة الأنانية الوحشية التي أغوتني عندما كنت في 22 من عمري، وكنت غنيا وساذجا جدا لدرجة أنني لم أستطع شم الفئران. بالطبع كانت حاملا بالفعل عندما نمت معها للمرة الأولى، وأنت لم تشك حتى. كنت مفتونا بها. ربما كان الأمر يشبه إلى حد ما الطريقة التي تعاملت بها مع توأمك المجهولة عندما ظهرت لأول مرة. لقد رأيت فقط ما أردت أن أراه في جيجي، وشعرت بالإطراء من اهتمامها. لكن الزواج استمر فقط بسبب ميليتا. لم يستطع لوسيانو إخفاء حزنه. مات الزواج في غضون أشهر من ولادة ميليتا. لقد أحببت تلك الفتاة الصغيرة وكانت تحبني. لم تكن جيجي مهتمة بابنتها، لكنها لم تتخلى عن الوصاية عليها لأنها قالت أن ذلك يضر بسمعتها كأم.
ولقد قلت أنك لن تحب امرأة مرة أخرى أبدا بعدها. نعم، اعترف لوسيانو بحرية، لأن حب جيجي كان تجربة مروعة، ولم أستطع أن أسامح نفسي لكوني أحمق. لقد اعتقدت بصدق أنه سيكون من الآمن فقط أن أحب طفلا، لهذا السبب خططت لترتيب عقد تأجير الأرحام. إنك تفكر ببعض الطرق الصعبة في بعض الأحيان، أخبرته جميمة بلطف. اتسعت عيناه بينما فتح باب جانبي في القلعة. بدا الأمر منطقيا تماما بالنسبة لي في ذلك الوقت. لقد تسببت جيجي في الكثير من الضرر، ولم أرغب في أن أتعرض للحروق مرة أخرى. كان الأمر لا يزال أعلى بقليل، انتقدت جميمة. ربما قررت أن تعيش بدون حب، لكن معظم الأطفال يريدون أبوين. ألقى عليها لوسيانو نظرة نفاذ صبر. حسنا، أنا أناني، وربما لم أفكر في كل هذا بالطريقة التي كان ينبغي أن أفعلها، لكن انظري كيف انتهى الأمر، قال مع ابتسامة مفاجئة. لقد حصلت عليك، هل ما زلت معي؟ سيحتاج الأمر لأكثر من سانشيا لتخويفي يا لوسيانو. ومع ذلك كنت تعتقدين حقا أنني يمكن أن أتخلص منك. رفع حاجبه في دهشة. الذي يجعلك متواضعة جدا، لقد قطعت رحلتي لمدة يوم وسافرت طوال الليل للوصول إليك لأنني سمعت أنك مستاءة. تصلبت جميمة. من الذي قال أنني مستاءة؟ لقد وعدت بعدم ذكر أسماء، كشف لوسيانو. لم أكن مستاءة أمس، أصرت جميمة مع كبرياء. كنت فقط أعمل من خلال بعض الأشياء وأفكر كثيرا، الزواج هو تحدي كبير، خاصة عندما يكون العريس شخصا مثلي، تدخل لوسيانو دون تردد. شخص فخور جدا ليعترف بأن زواجه الأول كان كارثة وأن طفله الأول لم يكن طفله. جعدت جميمة جبينها بينما سار معها إلى أعلى الدرج الخلفي والذي لم تستخدمه من قبل أبدا. لكنني أفهم نوعا ما لماذا التزمت الصمت حيال ذلك، على الرغم من أن هذا لا يعني أنني أوافق على كونك بهذه السرية. ويصبح احتمال الزواج أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة عندما يرفض العريس الاعتراف بأنه يحبك، أخبرها لوسيانو بسرعة. لم يكن هذا سرا فحسب، هذا كان غباء، لأنه لو كنت تعرفين كم أحبك بالأمس لكنت ضحكت في وجه سانشيا، ولم أكن مذعورا للاندفاع في منتصف الطريق عبر العالم لأؤكد لنفسي أنك لن تتخلي عني. لن أتخلى عنك أبدا أو عنيك، أضافت جميمة. لا تزال تعمل ببطء شديد من خلال ما قاله. أنت تحبني بجنون، أنا أحبك بجنون. فيض من اللون الداكن أبرز عظام وجنتيه. التفكير في الحياة بدونك يرعبني تماما. بعد أسبوعين من عدم وجودك أثبتت أنها تجربة تأديبية. لم أشتق أبدا لأي شخص أو أي شيء في حياتي. أنا أحبك حقا يا جميمة، أحبك بجنون. لقد أدركت ذلك، أدركته متأخرا. أدركت جميمة فجأة أنهما كانا يجريان محادثة خاصة جدا في الممر، وسارت خطوات قليلة وفتحت باب غرفة نومه. لم تشتاق لأي أحد أبدا، استند لوسيانو على الباب ليغلقه خلفه بسرعة. جميمة، هل يتطلب الأمر مطرقة لإدخال فكرة إلى رأسك؟ تأوه. اتصلت بك كل ساعة على مدار الساعة وتعتقدين أن هذا طبيعي؟ دعوت عائلتك بأكملها هنا للحفاظ على صحبتك، حتى لا يمكنك حتى النظر إلى رجل آخر أثناء غيابي. لم تحصلي أبدا على أي شكوك بكولوميا. هل تعتقدين أنني لا أدرك أن البطانية الرطبة ستيفن يجلس هناك في انتظارك يأمل مثل الجحيم أن أفشل وأفقدك؟ لكنني لا أهتم بخصوص ستيفن، وحتى عندما تزعجني أو أتضايق منك لا أزال مجنونة بك. أسرت جميمة بقليل من اليأس
لأنه كان يبتسم تلك الابتسامة الشريرة والتي جعلت قلبها ينبض بسرعة جنونية. هل هذه حقيقة؟ مازح لوسيانو، ابتعد عن الباب ليخلع سترته ويفك ربطة عنقه. كان لدي هذا الخيال الغير واقعي حيث عدت إلى المنزل وكل شيء سيكون على ما يرام، ونذهب مباشرة إلى الفراش. لا أعرف ما أعتقد أننا سنفعله مع جميع ضيوفنا. كل شيء على ما يرام، ضيوفنا أيضا جيدون بشكل ملحوظ في الترفيه عن أنفسهم، قالت. بالمناسبة أحبك كثيرا وكثيرا، وليس لهذا علاقة بأموالك كما يعتقد ستيفن. صدقا، هل تحبينني جميمة؟ دمدم لوسيانو. لكن لماذا؟ هذا هو الشيء الغريب، لا أعرف حقا. في إحدى الدقائق كنت أتخيلك كالمجنونة، وفي الدقيقة التالية كنت أرغب في جعل حياتك مثالية من أجلك، قالت جميمة بإحراج. غريب بنفس القدر بالنسبة لي منذ اللحظة الأولى. لقد استغرق الأمر مني وقتا طويلا لأدرك أن عدم الرغبة في الحب مرة أخرى كان في الأساس خوف من التعرض للألم مرة أخرى، وهذا أمر جبان، أمر لا يناسبني. أعلن بازدراء. وبعد ذلك كنت هناك وأعجبني كل شيء عنك. لم يكن الأمر يتعلق بالرغبة فقط، كان يجب أن أخبرك الحقيقة عن جيجي عاجلا، لكن أظن أنني لم أريدك أن تفكري بانحطاط بخصوصي. كيف لي أن أفكر فيك بانحطاط بسبب سلوكها السيء؟ هز لوسيانو كتفيه. أحب الطريقة التي تكونين بها مع نيكي، لأنها كانت باردة جدا مع ميليتا. المقارنات لا طعم لها، ولكن إذا لا تقم بمقارنات. فكت جيميما ثوبها وخلعته بينما كان هو يراقب. والديك، بدأ لوسيانو بصدمة طفيفة. أعتقد أن الجميع سيهتمون بشؤونهم الخاصة بدلا من شؤوننا، همست جيميما بحكمة. لكنك تدرك أنك لم تخبرني بعد، من قال لك أنني كنت مستاء؟ أخرج لوسيانو أنفاسه في همسة بطيئة. والدك، متفاجئة رمشت جيميما. قل ذلك مجددا. إنه يعتقد أنني أجعلك سعيدة ويحب حقيقة أنني صادق معك، أخبرها لوسيانو بذنب كما لو كان يتعاون مع العدو. كنت ممتنا جدا له لأنه اتصل بي. شعرت جيميما بالسرور سرا، لأن الأب الذي أحبته كثيرا كان يحب الرجل الذي كانت على وشك الزواج به ويثق به أيضا. ليس لدي أي شكوى أيضا، نحن نحب بعضنا البعض وهذا شيء مميز. مجرد العثور عليك كان مميزا بكولومية. أنا أيضا أحبك كثيرا. سارت جيميما في ممر كنيسة القرية الصغيرة مرتدية فستان زفافها من الدانتيل ويدها على ذراع والدها، من الكتفين وأكمام ضيقة وصدر مناسب. استفاد ثوب زفافها من شكل جسدها الرائع والذي على شكل ساعة رملية، وسقط الدانتيل الرائع على الأرض. لم يظهر سوى أصابع قدميها في الحذاء الفاخر الذي كانت ترتديه. كان لوسيانو مفتونا جدا بمنظرها لدرجة أنه لم يستطع أن ينظر بعيدا عنها. نيكي جالس في حجر جدته بالقرب من مقدمة الكنيسة، بدأ في القفز ورفع ذراعيه عندما وضع عيناه على جيميما، وهي أقرب شيء لأم عرفها على الإطلاق. ابتسم لوسيانو، كان أسعد ما كان عليه في حياته المتقلبة وأسعد بكثير مما كان يأمل أن يكون. ركزت جيميما على الرجل الذي تحبه وتحبه بجنون، وقفز قلبها خلف عظام صدرها. كله ملكها أخيرا، رسميا أخيرا بشكل دائم، كما لو أن خاتم الزواج يعادل قفلا. وبخت نفسها، كان الحب الذي رأته في عينيه الداكنتين الجميلتين هو الذي سيقيده. وابتهجت بفكرة المستقبل الذي ينتظرهما هما الاثنان معا وابنهما نيكي. الرئيس،
نادت أغنيتي جيميما من عند باب القلعة مع ابتسامة رائعة، تقول أن كل شيء أصبح الآن على ما يرام في عالم مدبرة المنزل، لأن لوسيانو عاد أخيرا إلى المنزل مرة أخرى بعد أسبوع في رحلة عمل. عادت جيميما بالتفكير إلى الوراء 4 سنوات إلى الأيام التي كانت فيها أغنيتي المسنة من أشد المعجبين بلوسيانو، غير متأكدة من دورها كزوجة ثانية لرئيسها. بدأت هي وأغنيسي في التعامل مع بعضهما البعض بطريقة مؤدبة بشكل مؤلم، بينما أصبحت جيميما أكثر ودية مع ابنتي مدبرة المنزل كارلوتا، والتي تحسنت لغتها الإنجليزية بسرعة مثلما تحسنت إيطالية جيميما خلال السنة الأولى من زواجها. وبعد ذلك ولدت كونسيتا طفلتهما الأولى، وأصبحت أغنيسي مثل المورنيغ على النظرة الأولى لابنة الرئيس لتكشف عن المرأة اللطيفة والمحبة والتي اختبأت وراء صورتها كسيدة قاسية. بعد كونسيتا أصبحت الحضانة أكثر انشغالا، واضطرت إلى التوسع لأن طفلين ولدا لتضخيم الأسرة. حمل جيميما الثاني نتج عنه طفلين توأم ماركو وماتيو، وقد قررت جيميما أخذ استراحة من خط الإنتاج لمدة عام أو عامين على الأقل. 3 أطفال صغار مع نيكي والذي كان في 5 من عمره تقريبا، والتوأم اللذان كانا يبلغان من العمر 2 أثبتوا أنهم مشاغبين جدا. كانت كونسيتا في 3 من عمرها ذكية وحسنة التصرف، وبالتأكيد يمكن التحكم فيها عن 3 أولاد الصغار المخادعين. كانت ابنة جيميما مغرمة جدا برفع حاجبيها في اتجاه الأولاد وتقليد والدها بجو من التفوق الأنثوي. لقد تغيرت حياة جيميما بسرعة كبيرة منذ اللحظة التي أصبحت فيها أما لأول مرة بعد نيكي، لدرجة أنها في بعض الأحيان بالكاد تتذكر الفترة التي سبقت لقاءها بلوسيانو. بدأت الحياة الحقيقية والسعادة المرضية لها في صقلية في القلعة. من حين لآخر كانت تفكر بحزن في الوظيفة التي تركتها وراءها، لكن الاهتمام بنيكي جعلها مشغولة جدا، ووصول كونسيتا أقنع جيميما بأنها كانت سعيدة تماما بتشكيل روتينها حول زواجها وزوجها وأطفالها. قد لا تكون هذه الحياة مثالية للجميع، لكنها كانت مثالية لها. لقد عشقت لوسيانو وكانت تعشق أطفالها ومنزلها والموظفين الذين يعتنون بهم جيدا. لم تنسى أبدا أن تكون ممتنة لحسن حظها. اشترى لوسيانو منزلا مريحا لوالديها في المملكة المتحدة، لكنهما ظلا زوارا دائمين للجزيرة وغالبا ما يقيمان في كوخ على الشاطئ. أصبح زوجها مغرما بأقاربه تماما مثل زوجته، وأعرب عن تقديره لاهتمام الزوجين المتقاعدين المحب بأحفادهم، ونادرا ما ذهب إلى المملكة المتحدة دون اصطحابهم لتناول العشاء. صديقة جيميما إيلي كانت زائرا منتظما أيضا، لكن لم يكن هناك اتصال آخر من ستيفن والذي كان قد تزوج قبل 2. الآن في انتظار وصول لوسيانو قامت جيميما بتمرير يديها فوق الفستان الأزرق الأنيق الذي ارتدته مع الحذاء العالي الكعب الأكثر سخافة في خزانة ملابسها. لقد كان يشتري أحذيتها في كل مكان يذهب إليه بدونها، لأنه كان يعلم على الرغم من أنها فضلت قضاء معظم وقتها في المنزل بدلا من التسوق والاحتفال كما كان يمكن أن تفعل، كانت تحب ارتداء هذا النوع من الأحذية. كان هذا النوع من المراعاة وكل لمسات العناية الأخرى التي رافقت ذلك هي التي جعلت جيميما زوجة محبة. صرخات 3 أطفال صغار مدعومة بتحيات أكثر صمتا بكثير من ابنتها الصغيرة حذرت جيميما من أن لوسيانو كان في القاعة. ابتسمت ابتسامة عريضة وهو يرفع صوته ليسمع فوق الصخب، ثم ساد الصمت وصوت خطوات سريعة عبر البلاط وهو يهرب وفتح الباب. ووقف هناك زوجها الجميل لوسيانو، زوجها الأنيق لوسيانو، والذي لا يزال يسعدها بنفس القدر كالمرة الأولى التي رأته فيها قبل 5 سنوات. تبدين جميلة جدا سينيورا فيتالي، قال ساخرا.
واجهت عينيه الذهبيتين الغامقتين، وغنى قلبها وهي تسير عبر الغرفة لتلقي بنفسها بين ذراعيه. اشتقت إليك، حدق لوسيانو في وجهها بتقدير شديد. الأطفال ينتظرون في القاعة، إنهم يريدون رؤيتك أيضا. لا أستطيع أن أكون في مكانين في وقت واحد أمات ميا، قال مطالبا بقبلة عاطفية مع حماس شائع خام. كارلوتا ستشتت انتباههم، تمتمت جيميما. نحن أنانيان، تأوه يداه البنية النحيلة تمر على منحنياتها السخية. لكن لا أستطيع، لا أستطيع، وقت النوم على بعد ساعات، تمتم مدافعا. لتكن كذلك، أحبك لوسيانو، قالت جيميما مفتونة بمستوى التقدير العاطفي في تدقيقه المشتعل، لأنه كان من الرائع أن تشعر بأنها كانت مرغوبة للرجل الذي أحبته ودائما. ليس بنصف قدر ما أحبك وأحتاجك، رد لوسيانو، هذا غير ممكن أمات ميا. ما الذي أخبرتك به عن تلك النظرة السلبية لك؟ انتقدت جيميما متراجعين على الأريكة بطريقة كانت جذابة بكل تأكيد، مع السعادة والتسلية والعاطفة والتي تتجمع داخلها وتجعلها تشعر بالثمالة بشكل واضح من الحب.